أنا رح أقلك معجزة إنه يعيش وهو بهيك حالة. بينته متعرض لكتير ضرب ووصل على المستشفى وهو مصفى كل دمه تقريبا، معتدين عليه بوحشية، في 32 عظمة مكسورة. بس الكسور مو مشكلة لو قارناها بالجروح يلي بجسمه، لأنها خطيرة كتير. نحنا ساوينا كل شي علينا وأكتر، وما عاد فينا نساوي أي شي، وحياته صارت بخطر. ما فينا غير ننتظر شي معجزة. خبر أهله وقلن حالته خطيرة كتير وميؤوس منه، يعني مشان نخفف عنهم خبر وفاته بعدين. أنا قريبه الوحيد. بس أنت وعدتني. أنا وفيت وعدي. نحن ما قتلنا ميماتي. أنا كان بدي القليل وبس، وإذا ما وصلت لطلبي رح أطلب كتير. من هلا لازم تعرفي إنه حياتك مو إلك لوحدك، وما رح تمشي إلا بأمرتي أنا. إذا بدك أنا فيني بعتك على المشفى فورا منشان تشوفي ميماتي هنيك لآخر مرة قبل ما يموت. سافل. مو انتو اللي سلمتوا كل اموالكم وممتلكاتكم لصهركم مراد يا سيد ضياء؟ وانت ما خبرتني انك رجعت عن قرارك، وانا سألتك كتير وانت اكدت لي هالشي، وانت يلي قلت لي هيك، وما عملت هالشي من راسي. تتذكر لما قلت لي وانت قاعد على هالكرسي ومراد قاعد هون، قلت لي كل أموالك صارت لمراد على مدار. نديم أبو الخيطان، أنا ما عطيت مصرياتي مشان سامح حدا فيهم. أنا عطيت المصاري لألك وبعدين أمنت مراد عليهم. أنت كيف تتصرف في مصرياتي بدون ما تأخذ إذني؟ بأي حق بتعطيهم ما بعرف لمين؟ بعد إذنك، ما بعرف علاقتك مع مراد على مدار، وما بعرف إذا صار عدوك، بس هو إجا لعندي بالأول وبعت لي جيش عزرائيل، وهذا كل شي صار. شو إلي علاقة؟ أنت السبب بهالشي. اللي أخذوا المصاري خطيرين، وأنا ما كنت رح أعطيهم المصاري. مين هدول؟ الشيشان. والله صعب كتير إنه واحدنا يعرف صهرك مراد مع مين عم يتعامل أو ضد مين. مرة مع الشيشان، ومرة بيجيب لي معه جماعة سود، ودايما بيجي لياخد، ولا مرة إجا وقال لي خود. اسمع يا نديم الخيوط، أنا ما بعرف لا مراد ولا بعرف الشيشان ولا بعرف الروس. أنا بعرفك أنت، أنت يلي ضيعت لي مصرياتي، والحساب اللي كان يحسبوا لي إياه ضاع هيك. من هلأ أنت مديون إلي $680 مليون. ما عندي غير روحي وهي ملك لله، وما في عندي ديون لحدا بنوب. اطول بالك علي حبيبي. بحكي مع مراد وبعدين برجع لك سيد ضياء، ومنشوف كيف رح ندبر هال680 مليون ليرة ونرجعه لحسابك. مو ليرة، دولار يا نديم الخيوط. ايه خلاص يا حبيب، كيف بدي احفظ هالشي؟ لازم شوف المصاري واتأكد اذا كانت ليرة ولا دولار. إذا قدرنا نكسب هون $680 مليون بهالسرعة، رح نقدر بفترة قصيرة نلاقي مصاري هون لنشتري كل روسيا. نحن وعدناهن. ما كان قصدي إنه نرجع عن وعدنا، ما رح نضل نتفرج، رح نحدد كم هدف هون وبناخد المصاري وبنروح. نحن منقدر نواجه السيد مراد على مدار والسيد دوغان بهالوضعات؟ منحدد هالشي حسب الهدف، ليش لا إذا ما كانوا أصدقاء الروس؟ هون الأشخاص مو مهمين، المهم هي الدعوة. بيجوز حدا منهم يشوف اللي عم نعمله غلط كبير. أما المصاري اللي رح نجمعها هون رح تحدد قدر شعب لشي دولة. إذا ما بدكن شي تاني فيني روح يا سيد، رح تجي رفيقتي لتشوف طلباتكم بعدي. شكراً.
أنا متأكد إنه مراد على مدار راح يجي لهون. شددوا الحراسة منيح. يعني معلم إذا شفناه هون نقتله؟ بس بشوف إذا قدرتوا تمسكوه وهو عايش أحسن، بس إذا اضطريتوا على هالشي قتلوه. الشوارع يا ميماتي، مو وصلوك لهالحالة وزدتوك بحاويت الزبالة؟ صدقني لو وصلن لأكتر من هيك بكتير رح زدتن مثل الكلاب بحاويات الزبالة يا ميماتي. أكيد رح تعيش ورح تسمع ورح تشوف هالشي بعيونك. يعني بابا؟ ما بيعني أي شيء. طيب ليش عطوني الكرت لإلي؟ ومين اللي بعده؟ وأنا كيف بدي أعرف يا بنتي؟ يمكن شخص تافه. أنا عم حقق مع الولد، بس هلأ ما عرفنا مين اللي عطاه الكرت. الواحد عطاه إياه وما بيعرفه. بس ما كان حدا بيعرف إنه رح نوقف هنيك. الشغلة فيها إنا في حدا بعت هالكرت عن قصد. شو كان مكتوب عليه يا صفية؟ هذا الشيء تستطيعون الحصول عليه وهو نفسه لن تحصلوا عليه. شو يعني هالحكي؟ أنا قلت لكم ما في أي شيء مهم. راسي عم يوجعني، حابب أبقى لحالي. ممكن؟ انت في شي مخبي علينا بابا؟ قومي بنتي خلينا نروح. يلا وانا اروح كمان. نيكانيس هابيرا سونستوست إيست. هنن أكيد عم يستنوا نهجم عليهم اليوم. ما بدنا نتغابى يا شباب. طيب معلم، بلكي ملاقي شي طريقة نفوت فيها لهنيك. وبكم قتيل؟ حابين يصير فيكم مثل ميماتي ولا تدفنوا كم واحد منكم؟ ما بتحمل شوف حدا عم يبكي. كان المرحوم خالي قبل ما يموت شبعان من عمره، بس ميماتي لساته شاب. وهذا الشيء اللي حابب فهمك يا انت لساتك شاب. صدقني رح موت مشانه. انا بدي الشباب يعيشوا ليساعدوا بعضهم، ما بدي اياهم يموتوا مشان بعض. بس انا يا معلم كرمال الشباب ابعد عن الموت ومستعد ساوي اي شيء كرمالهم. انا ما بدي نام قبل ما ساوي شيء. وكرمال المعلم يا ماتي بلبس مثل المهرج وبلعب. اذا هالشغله بتعيشه بعملها، بعمل كل شيء لانقذ الشباب كرمال عبد الحي وكرمال عزت وكرمالك انت.
وكرمال كل الشباب بفديهم بروحي. انت بتعرف اني تركت النسوان مشانك. انا شو بدي من هالحياة؟ حشرة نشوة مثل النسوان. يا ماما لا تبكي. كيف امي ساوت هالشي بابا؟ كيف بتتزوج واحد تاني؟ ولا يهمك اختي، انا رح احكي مع ماما، ما رح اخليها تتجوز حدا ابدا. انت ما بتعرف شي، جدي هيك بده، رح تتزوج غصب عنا. ورح احكي مع جدي كمان، اذا ما سمع مني رح وقف وقول له يا انا يا هالزواج. انت لساتك صغير. شو رايك نتصل بعمو مراد؟ هو كمان ما بيعرف انه رحنا هون. ألو. مرحبا عمو مراد، أنا سلوى. وين أنت حبيبتي؟ عمو مراد إذا بتعرف سليم نحن ببيته هلا. عمو مراد أنا رح يزوجوا أمي وسليم لبعضهم. عمو لا تسمح بهذا الشيء، جدي هو اللي جبر أمي أنها تتجوز سليم. ميماتي؟ ميماتي مات يا نسرين. كيف؟ مات بجهودك. آسفة كتير يا مراد، آسفة كتير. قولي آسفة لجوزك الجديد. مراد، بابا يلي حفر لي هالفخ وقاني فيه. ما كنت حابة يصير هالشي. وافقت بس مشان ما يصير أي شي لأولادي. تعرفي يا نسرين، لولا أولادك وشاكر ما بشتريكي بقشرة بصلة. أنا بنظر الكلمة إلي أي قيمة؟ باعوني مثل أي بضاعة يا مراد. رح يجوا بكرة لهون مشان زواجنا، يكتبوا الكتاب، بس لسه ما بيعرفوا. بعد زواجنا رح يكون الكفن عم يستناني. أولادي هن أولادك يا مراد. بتعرف شغلة يا إياد؟ إذا ارتكبت جريمة مثل جريمة قتل وقتها رح تتحول المحكمة، رح تتحول المحكمة فوراً لمحكمة وصاية. شو يعني؟ يعني هالشي لنقول إنك أب بالمافيا، ولنقول إنك وجماعتك قتلتوا شي حدا ودخلت على السجن وتم إخلاء سبيلك بكفالة، وقتها رح تكون بحالة وصاية لحتى تنتهي مدة سجنك. وليش هالشي؟ وليش حطوا هالقانون هاد؟ في آباء لآباء بالمافيا. لك تخيل، بتفكر إنك شفت كتير أشخاص جايين ليشتغلوا معك، بس بدون إذن هالوصاية ما فيك تساوي أي شيء. يعني لو تركت الدولة المجال مفتوح قدامك، وقتها رح تحس حالك إنك أمير العالم وما حدا بيقدر يوقف وشك. انسي هالشغلات يلي بتتعلق بمسائل الدولة يا أختي. شوفي. شو؟ إن الدعوة التي كانت مفتوحة أمامك والتي وكلتك بموجبها نيابة عني بجميع الأعمال القانونية التي كنت تسيرينها، فأني أسحب وكالتي منك عن جميع أعمال القانونية. وهذه الرسالة كي نعلمك أنه منذ هذه اللحظة لن تقومي بأي عمل قانوني باسمي. لك هدول وصلوا لنسرين يا إياد؟ عمران، حاجة تبكي. رح يصير اللي طلبته. أنا شو طلبت معلم؟ أنت وعزت حسن وصادق جهزوا حالكم. في عملية معلم؟ رح تكون عملية حياتكم، بس في احتمال ما تنجحوا. معقول معلم؟ مو مشكلة بالنسبة إلنا معلم، رح تزعل بس إذا نحن متنا. هاي أصعب من الموت. هالعملية بس للشباب القبضايات ويلي بيعرفوا يتصرفوا مثلك أنت وعزت.
طيب ونحن شو المطلوب منا؟ مستعدين تعملوا أي شيء؟ أنت أمرنا وشوف معلم. استنى عزت، بس لنعرف شو المهمة، بلكي خطيرة. معلم، لتكون صدقت أني رح ساوي مثل المهرجين وأخذت بكلامي مو هيك؟ رقص ما بعرف أرقص. تعرف قديش أنا جدي؟ طيب ليش بنتي صفية؟ أكيد صار شي سيء لنسرين يا مراد، ولا ليش لتسحب مني الدعوة؟ لسه ما لحقنا نبلش فيها لحتى تسحبها مني فورا. لنفرض إنه صار معها شي، أنت شو رح تعملي لها؟ رح تنقذيها؟ أكيد ما رح أوقف أتفرج عليها. لا، رح توقفي تتفرجي. تعالي معي. استنى، شو عم توجعني شباب؟ وانت عم توجعيني. دخيلك يا ربي. تفرجي. مين عمل هالشي؟ حضرتك ونسرين خانم. مراد، ولك انا كل ما حكيت معك ونصحتك بتوقفي وبتصرخي مافيا وما بعرف شو. تفضلي شوفي المافيا. عم حاول اعمل اي شي مشان ما شوفك انت ونسرين هيك، بس انتو بنص عقله رح تدمروا كل شي بنيته. شوفوا لوين وصلتوا الناس بغبائكم. تفرجي رهاف. جاهزة الساعة 8 الصبح. ماشي، يلا تصبحوا على خير. Thank you.
غبي، لساته مفكرني روسية. شو فيقتك؟ لا بس غفيت عيني شوي. في شي ناكله بالبيت؟ كنت تعبانة شوي وما سويت شي بنوب. حطي المي على الغاز وأنا رح حضر معكرونة. مين هذا؟ مين؟ أنت اللي مين؟ مين هذا؟ هي الشاحنة طلعت عن رفقاتها؟ عندها عملية بعد 80 كيلومتر عن باقي الشاحنات، يعني عم تأمن الطريق لباقي الشاحنات، وهي العملية عادية ما بتخوف. الحمد لله. لك والله هبط قلبي من الخوف، فكرت انه الشوفير هرب بالشاحنة. معلم نحن عملنا اللي علينا والباقي على ضميرهم. ولك انت شو عم تحكي لك عابدين؟ ليش مين من هالشوفيرية اللي عنده ضمير لازم نضل ماسكينه بإيدنا؟ لا تقعد تحكي قدامي بغباء وتنزعلي مزاجي. لازم نحط نظام المراقبة على كل الشحنات، يعني هيك بنصير منراقبون وهن بالطريق. هذا عم يهرب. صار لي يومين ما نمت بسببهم، شو بدنا نعمل هلا؟ عم اتصل بالشوفير لحتى ما يبعي. الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية. بجوز هذا الشوفير جرسومي لأنه مشي بطريق غلط، موبايله مسكر، أكيد عم يخطط لشي. وشو لازم نساوي؟ بدي روح وكمشو. حاصروا كل البيت عابدين، ما بدي هالجرثومي يهرب منا. حاوطوا لي البيت كله. يلا دق الباب. وشو رأيك نسلم عليه كمان؟ لك انت شو عم تساوي هون؟ معلم عابدين هي مرتي، اتصلت فيني وقالت لي الولد مريض. ومن ايمتى دخلك بيتك صار هون؟ عم تضحك علينا ما هيك؟ جنيت وتجوزت مرة تانية. روحي يا مرة بوسي ايد معلمنا تركي.
لا الله يعطيكم العافية، نحن بفضل الله وفضلكم عم نقدر ناكل وعم نشرب شوربة ساخنة هلا. شكرا لك، ما في داعي، أنا ما بحب هيك شغلات أبدا. حضرتك جبت الشحنة وحطيتها هون، بركي تضررت البضاعة يلي فيها، أو إجا شي حدا وسرق البضاعة، لك أنت ما عم تدفع حقها. معلم أنا غلطت، سامحني. لما سمعت إنه ابني مريض وأنا كنت قريب من هون. لك أنت مشيت 60 كيلومتر، هيك قريب؟ معلم والله كنت مضطر، وقلت لحالي بطلع الصبحيات، ما كنت بعرف إنه رح يصير هيك شي. ماشي يا أخي، نحن ما منحب نفرقك عن ابنك ومرتك. عبدين خلي شوفير غيره ياخد الشحنة، بس يكون عزابي. روح بوس ايد عمك تركي وعمك عبدين. يلا لا تقرب، وقول لهم هالشي بسببك. عمي لا طلع البابا من الشغل، اذا ترك الشغل منموت من الجوع. كل هالشي بسبب امي، انا مو مرضان، هي اللي قالت لي اتصل بابوك. يا عبدين. نعم علي، انا رح نضف له وشه نف لشو نف جرسك كرومات. وينك من الصبح لك بنتي؟ والله انشغل بالي عليك كتير. عم يجعك درسك؟ شو يعني قلعتي؟ حطي عليه شوية تبغ بلكي بوقف النزيف وبتتحسني شوي. اوعك تشربي شي بارد او سخن. ها اجيت لقلك تعالي تفرجي على الفيلم، بس يلا ماشي مو مشكلة. ما عفاي إذا كان عم يجعك كتير بناخدك لعند الدكتور. على راحتك. خلينا نتصرف على راحتنا، لأنك بتتدخل بكل شغلنا. أنا مزاجي سيء كتير. ها لا تعصبني أكتر، أحسن ما أخنك عزات. صار لي ساعتين عم حاول اتصل فيها. لك حل عنا، ما تكون طارت منا. اهل بس لك شي تنورة. اوعك تعيد هالحكي. ها صدقني بخليك تندم، عم تفهم؟
لك صرنا مسخرة للناس. شو يعني بسببي؟ هالشي بسببك. ما شفت كيف كان المعلم مراد عم يتطلع؟ وانت ماشي معلم أمره بس، نحن رجالك. لف على اليسار. أخي أنا ما رح أرجع لأي مكان. قديش الساعة؟ واحدة طالعة من الكازينو. سادي مسيك الدركسيون، فكر لي حالك مهضوم وعم تمزح. أنا بقيت لك هون ولا؟ عامل حالك ذكي وبتفهم. وينو الذكي؟ الله يصبرني عليكم. وصلنا. ننزل معكم معلم. انزل. بلكي بتلبس لك شي لباس مغري. أنا ما رح انزل. يروح صادق أو محمود. ما فيني يكون هيك. هالشغلات ما بحبها. ولك عزام شو مفكرني ناعم كتير؟ العمى ضربك مو شايف هالشوارب بوشي؟ ما بأجل هالمهمة، بلكي بيطلع لنا شي وجبة سمك. ولا شو مفكر أنت؟ ما عم استوعب هالشي. لا تؤاخذني. معك حق. أنت طول وشخصية ودم وعقل. ولك محمود؟ لك قديش بده مخك وقت لحتى يستوعب هالشي؟ ما بظن إنه رح يمشي حاله أبداً. نزل من هالسيارة وخلصنا. زين امشي قدامي حيط على الفاضي. امشي. كل هالشغلات سببها كفاح. همه الكبير انا وبس. تعرف مراد كفاح عم بيحاول يأذيني ويسبب لي المشاكل. صدقني كفاح رح يتعذب كتير. أنا ما رح أقتله فورا. تعرف مراد كان في شاب كتير قبضاي. لما كان صغير حطوا كفاح بسجنه. كبر الولد عنده لحتى صار شاب مثل السبع وكان يعذبه كتير. وبعد ما طلع الشاب من السجن وقف كفاح قدامه بغرور. وهالولد ما كان يعطي لكفاح أي أهمية. وانت هلأ شاب شهم وقبضاي، بدي تشد حالك وتحمل مسدسك وتروح تقتل كفاح فورا. يمكن ما راح ينفع رصاص. بعدين كفاح قتل زوجته وصديقه وأبوه وأمه والأشخاص اللي سلموا عليه، وحتى السمان اللي عنده قطعه ورمى بالزبالة. ما في أوسخ من أعماله. وهو عمل كل هالشي قدام عيون الولد الصغير. وبعدين آخرت هالشاب القبضاي بمشفى المجانين. مو من ماتي اللي طلعك من السجن؟ انت طلع هداك الشاب من مشفى المجانين، وانا رح رجع له عقله ورح رجع له كل حقه بنفس اليوم. طول الليل عم افكر، لهيك قررت انكم تروحوا انتو اتنين لكندا. مين هالتنتين؟ انتي وامك يا صفية. ليش؟ في اسباب كتيرة. بس اهم سبب هو انه هنيك أأمن من هون. سيف رح يجهز لكم كل شي بتحتاجوه هنيك. انت لمبارح ما كنت بدك انه نطلع برات البيت لساعة، كيف هلأ وافقت انه نروح على كندا وانه هنيك أأمن؟ كلياتنا لازم نروح لهنيك، بس في عندي شغلة لازم خلصها بالأول، وبس اخلص من هالشغلة رح الحق كل هنيك بسرعة وبنفس اليوم. امتى بتلاقي انه لازم نسافر؟ انا برأيي كل ما عجلته احسن. بس رح تكون هالسفرة طويلة بالطيارة، ما بتأثر على صحة نرجس؟ الدكتور ما رح يسمح لي بهالشي. أنا منيحة. يلي بتشوفه محمد نحنا منعمله. شكرا نرجس. رح يجي اليوم محمد قلخان لي؟
إذا فينا نعرف أي شيء منه قبل ما نروح لقبرص بيكون أفضل يا حسن. أنا بدي أعرف شو صار بقبرص بين محمد قرخانلي وأصلان. لازم نتوصل للحقيقة ونسمع كل شيء بيعرفه ومنقارن بين معلوماتنا ومعلوماته ومنروح على قبرص. وإذا رفض أنه يقابلنا سيدي؟ قرخانلي ما رح يرفض هالشي يا حسن، ورح يجي لعنا لأنه كان بزماناته بده يوصل لهداك المكان. في كم يوم رح يضلوا هون؟ صباح الخير. صباح النور. انتبهي. صعب يوجع وما بتقدر تحكي. Thank you.
تاكسي. تاكسي. كثير لها بقلب. إذا تحرك أوصل كرمال الله تركوني. خليك متعاون معنا ما منزعجك. لك بعده خلعتولي كتفي. ولك بتصير لك رجليك إذا تحركت. السيد نظام الدين بيعتقد انه معك حق بهالشغلات، وهو ما بده يعمل اي شيء مع رهف بدون ما يعطيك خبر. يعني عم يتعامل معي بشكل اخوي؟ بجوز يكون هيك، بس هو بعتني لحتى يعرف اذا كان لك علاقه بهالموضوع ولا لا. ماشي من قبله. الاحساس بالذنب بيخلي الواحد يبين على حقيقته. انا ما رح سامح رهف على عملته، لأنه أي شخص بيحاول يأذيني مستحيل يكون صديقي. مين هي لحتى تروح تشتكي على السيد نظام الدين وتحطني شاهدة على الموضوع؟ ورهف ليش لساوي هالشغلات؟ أنا غيرت كتير حكمت، شو بدي أعمل؟ من مين؟ بعد ما شفت البنت معه بالسيارة قلت أنا شو إلي علاقة؟ يصطفى لساوي اللي بده إياه. رهف، لأنك غيرتي عليه خبرتي حدا تاني؟ كنت متضايقة. انت اسستي لعبة حب لحالك يا رهف، بس شو علاقة المحاماة بكل هالشي؟ ما هنن كمان عم يتدخلوا بشغلي يا حكمت. مراد ما بده ياني اعمل شي، وسيد نظام الدين ما في غير عم يهدد، وجنان نفذت حالها ووقفت على جنب. ايه تعرف حكمت، يمكن انا غلطت كتير. انت عم تقولي انه ميماتي بالمشفى وجنان مزعوجة كتير، وعلى نقرة كان مراد ضربك، ونظام الدين رح يغرقك، ونسرين ضايعة، كل القصص صارت هلأ مشكلتك. يمكن أنا غلطت كتير يا حكمت. بتحبيه كتير؟ الأوضاع صعبة كتير محمد؟ إيه. تعرف قديش متر هالقماش؟ أي قماش؟ إيهك ما في هالجدمة، مو جايبين هالقماش لتمسح عرقك، بيلزمنا بالشغل. عمران لا تضربني على راسي، معلمي ما بيضربني على راسي. وديش حق القماش؟ كتير غالي، سنتيمتر أغلى منكم. لا تحكي طالع نازل. عمران أنا رح أقتله. لا تعصبني فرزات، مو شايف شلون خانقني؟ خود عليك أنت التاني. معلم إذا بدك بعتوا لهون مشان تاخدوا راحتكم. أنا برتاح هون، أنا رح شيل الحلقة، حاسس إبني رح تنقطع. والله عيب، ما بيصير أنا رجال، عيب كتير كمان.
إذا شلتها أنا رح علق لك الشغلة بدالها. شو رح تعلق؟ رح حط لك شي مسدس يليق فيك. وهي كبيتها، ورجيني شو رح تساوي. وقف معلم، خليك بشغلك انت التاني. لا تكون مفكر انك رح تمسكني من ايدي اللي عم توجعني. انا اللي بلاقي حل لكل المهمات الخطيرة. مفكر اني ما رح لاقي حل للحلق اللي رميته؟ ومفكر اذا حطيت هالحلق بس لتصير مسخرة قدامنا؟ يعني معقول انا عمران ما لقيت حلق بداله؟ ليش بيقولوا المافيا بتخوف؟ والله بتضحكوا. اخ رح تحط هذا الحلق. والله بتعطيني اذنك لحالك سيد عزت. محامينه رح يستلموا هالقضية، وبأقصر وقت رح ياخدوا القرار يلي بده اياه، ورح يحطوا بمكان يليق فيه لنشوف مين يلي رح يكون وصي عليه بمشفى المجانين. مو قلت انه السيد ضياء ما له علاقة بالموضوع؟ انا بتمنى انك ما عم تقصد بكلامك هاد مبلش دعوة وصاية.